ايه؟ راح ماسك الظهر وبص لابو رشا بصه حرقوا بيها. انا بقول له انت ما تعرفش ان انا ابن الدباره؟ وارمي يا عم طب والدباره اتزعرت في الطاوله. الواد عادل ما حزنني ولا ايه يعني؟ يعني ايه بقى بوس يا الله؟ ده انت ابن الدباره. دباره يا خرب جيبك يا عادل. طب بس الدباره دي يا طب. دباره واحد اثنين ثلاثه اربعه، دوسه اثنين وادي اثنين، درج ثلاثه واربعه، دبش ثلاثه وابو ربيع، دش اربعه جرحوني وقفلوا لك زخنان. تعا طب مش حبيبك بتقطع. لا كده ازعل، راح فين؟ هانتوا لغايه البيت برد تاني. محبوسة يا بوسي. اللي انت عايزه محبوسة عادة كل بهار 31 مغرب يهودية. انا جاي اضمر سعد يا كداب. شو ايه يا نونا؟ لا 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 يا نون، انتوا كتير كتير. ده انا وبوسي بس، وهناخد طبل من القهوة. الواد ده مش معانا الدبيحة. ما انتوا المرة اللي فاتت برضو قلتوا شوية جرى ايه. يلا يلا يلا. ايه رايك بالدبيحة دي يا طب؟ قوم بقى يا اخي. طب 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 مش فاهم ايه. موت
يوسف يا حب. انا اعرف طبلة من 10 سنين او اكتر شوية. من اول ما عرفته عمري ما حسيت انه غريب عني. سهرنا مع بعض وشربنا ولفين. النهارده بس في القهوة حسيت انه واحد تاني. واحد غريب عني ما اعرفوش. كسفت منه. كسفت من ضحكته. مع ان عينيه كانت مغمضة حسيت انه حاطط عينه جوه. ايوه. والهندي ما حدش شايفها. عين غريبة. هتاكل صدري اكل. مش عارفة هقول لعيلته ازاي. هو طبل لي عيلة؟ عيلة. طبل من عيلة محترمة. وكان ليه بيت ووظيفة. وبيرجع بمعاد وبينام بمعاد. ولا كنت فاكرة شطان؟ ايوه بس الكلام ده من 10 سنين. من يوم ما خرج طبل ما رجعش تاني. وساب بيته ومراته وبنته. وعاش في الشوارع والقهاوي والغرز. انت تعرفي بيته؟ يعني تعرفي مراته؟ بنته؟ شفت بنته مرتين ثلاثة بس هي ما تعرفنيش. مش الواجب اني ابلغهم. ايوه الاصول كده. بس طبل ما كانش بيجيب سيرتهم خالص. يمكن مرة كان فيها سكران قوي. وانت عارفة طبل لما كان بيتقلها. قال لي ان مراته وبنته رموا توبته من يوم ما طفش من البيت. حاولوا معاه مرة واتنين ولما ملقوش منه فايدة نسيوه وحسبوه من الميتين. لا بقوا يسألوا عنه ولا هو بقى يسأل عنه. أيوة يا حب. بس دلوقتي طبلي مات بجد. ودول برضو أهل وجايز ليهم تصريفة في الراجل بتاعه. اسمع. ما تخلي نونة ولا بوسي ولا عادي يروحوا بلغوه. مش دول أصحابه وكانوا ليل ونهار مع بعض. وهم دول ينفعوا غير في الشرب والقمار وال إيش حل لو ما كانتش جلابيتك لسه مقطوع؟ لا احنا كنا لسه رايحين. بعدين طبلة قلبها حزين. اسمع. احسن طريقة بلغيهم بيها هي النكتة. نكتة؟ احنا هنهزر يا شوقية. ما نهزرش ليه؟ اللي خلى طبلة نفسه مات وهو بيضحك. انتي تدخلي عليهم وتقولي لهم عن جارك ومراته. اللي سافروا وسابوا لك الكلب بتاعهم امانة في رقبتك. وهم مسافرين هرب منك الكلب. فخبطته عربية. مات الكلب. بعت لهم جواب وقلت لهم فين الكلب مات. قاموا رجعوا بسرعة من السفر. ولموكي على الخضة اللي خضتيها له وفهموكي ان كان ممكن تبلغيهم خبر الموت بطريقه احسن. ازاي؟ اول جواب تقول لهم في كلب عيان. تاني جواب الكلب نزل يلعب في الشارع. تالت جواب الكلب مات. بس فانت تقولي لهم طب نزل يلعب في الشارع. يا بنت شكتيني. هو فعلا نزل يلعب في الشارع. وعشان ما كانش ليه في الشارع نزل ما رجعش تاني. دي واحدة. مين اللي بره؟ بابا مات. ايوه يعني مين اللي بره؟ حد من طرف. اخيرا
وعمري ما تخيلت انه ممكن يموت كده فجأة لوحده في الشارع. ليك حق تطفش من وش القرشانة دي، حيزبونا تطفش العفريت. أيوة لازم نبلغ عمتك وخالك، بس مش عايزين نعمل شوشارة. خلينا نحافظ على صورته القديمة. فين السنتين الدهم؟ كنت لسه هنا موظف محترم، سنانك كلها كاملة. فاكر الخناقة اللي سنتين اكتروا فيها من كام سنة؟ 7 سنين 8. كانت فين يا حب الخناقة؟ في الإباجية. قلت ساعتها ان كعب سنجة فلت وكسر سنانك، ونونا قال انها كانت علقة موت، وغمزلي وقال لي بقي شوفي جسمه هتلاقيه متشرح كله، وغمزني تاني وقال لي مش انت عارفة جسمه كويس. لا مؤاخذة يا أبلة، أصل طبل هنا كانت سنانه كاملة، هو بعد كده ركب سنتين ذهب. بابا اسمه الأستاذ منير رسمي، أسفة الاسم بتقوليه ده هو اللي اختاره لنفسه، ونفسي ادفنه بشكل محترم عشان الناس تفتكره زي ما كان من 10 سنين. سيرة طبل المتشرد القماش دي لازم تتنسي خالص عشان ترجع تاني سيرة الأستاذ منير رسمي الموظف الكبير المحافظ. أظن من حقي مش كده؟ من حقك يا أبلة. حاجة كمان، ياريت تحتفظي لنفسك بأي ذكريات كان بينك وبينه أو تعرفيها عني، وأرجى إنك ما تقوليهاش لحد. لا طب انا معاك ان الحياه يبقى من ميت، بس ايه يا نون ناوي على ايه؟ هو انا جدع ده طب؟ طب عاوز ايه؟ عايزنا نبيع السنتين ده، بيقول حرام يتدفن بيهم واصحابه حبايبه اولى بتمنهم. ما تبصليش اهو، من الشارع اللي جاي جورج الله يفتح. والله انتوا عيال ساو. فاجر يا طبل. ايه الموت ما هدكش اليوم؟ ما اشبك انونا مش لاقي حاجه، دول بان عليهم شحن في السقف.
بس جامد ده مصدي باي يا ده الدهر ما بيصديش ده بيصدي في بق طب لا لا نونا بلاش دهر ايه بابوسي انا بالراحة دي نطر خفيفة بس عليك يا نونا لا جراح ورئيس قسم ايش جورج فاتح اهو الفل يا جورج شوف لنا السنتين يقطعوا كام معاك فاتورة يا نونة الله يسامحك يا جورج مقصودش يا نونة بس انت عارف شوف بس يقطعوا كام الاول دول بتوع طبل دول يا نونا ما يقطعوش حاجة ازاي؟ عشان دول سنتين حديد وانا اللي طاليهم لطابل بالدهب يعني ايه؟ صدقني يا نونا السنتين حديد انا راجل كبير مش هكدب عليك بص يا نونا بص انا قلت بق طابل ما يجيبش دهب طب وعش خاطر نونا طبل لما جاب لي السنتين كان المفروض يدفع 25 جنيه تمن الطالي والمصنعي وطبعا طبل ما دفعش حاجة وعشان خاطر نونا انا هدفع لك 50 جنيه ينفع يا نونا ينفع يا جورج نونا بالمناسبة هو طبل فين؟ طبل مات ها؟ لا طبل كده بتهزقني مع الراجل حديد السنتين حديد يا طبل بتضحك عليا بتضحك امال ايه الحياه بقى من الميت يعني انا مش ممكن اعملها معاك دلوقتي كده اهو يا طب اخد اتنين صليب اروش وامشيهم ببق براندي واعملها معاك يا طب كمان السنتين وفي الاخر يطلع حديد خلاص يا بابا مش هتقدر تعمل فضايح تانية الموت هيجبرك على الحشمة والوقار مفيش أقسام بوليس مفيش سكر مفيش مطال مفيش قمار مفيش نسوان مفيش أصحاب انت دلوقتي ساكت مستني غصب عنك جنازة محترمة وكلام محبة نقول على روحك
ماشي. بعد الفيلم ده خدت كام جورج؟ خدت كام؟ انت الحانة أقرا. مين ده؟ أنا اللي بشيلها الفوت. تعالى بعد اسبوع فلوسك وصلت. شوية عندها ميت حداد يعني في الشغل قبل اسبوع. انت مالك انت؟ اشتغل وقت ما احب. يا ربي الو كيف؟ انت مالك انت؟ اشتغل وقت ما احب، هات 20 جنيه. مش طبل ده اكلتي معيش ملح ولا هو كلب وراح؟ قطعت قطعك انت وطبل في يوم واحد، ان شاء الله تحضر انت المواضيع بتوعك. نفلنا جوانين نشربها. عيب عليك وانت راجل زي الشحط كده تاخد عرق نسوان. هات العشرين جنيه.
فين السنتين الذهب يا نونا؟ خسرهم من يومين في القهوة. انت عارفة طب كان بيخسر يلعب على اي حاجة. نوان حلو. أبو رشا انت لحقت تبيع صاحبك؟ ده انتوا صحاب حوش. قوم ادخلي اوضتك. بغلى سفة. مساء الفل يا عدول. يا ابو راشد. هناخد طبل امتى؟ فيش طبل. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده. عادل، انا راجل حلوتي وعمري ما اشتغلت مقاول ميتين، وانت عارف انا ما قفشتش في الشغلانه دي الا عشان خاطرك. بص وراك، دي عربيه بنت. بنت طب؟ ايوه طب. تلعبش بيها يا عادل، العيال التلامذه بتوع الطب مستنيين الجثه ودفعونا نص المبلغ، انت 100 وانا 100، وانت وعدتهم هتودي لهم الجثه لحم وعظم لغايه المشرحه ونقبض بقيه المبلغ. ايه اللي حصل بقى؟ طلعت منين بنته دي؟ ما انا زيك معرفش طلعت منين. المهم اللي هي جوه دلوقتي ومعها دكتور هيطلع شهاده وفاه وتاخد طبل معاها لبيتها وتدفنه زي ما هي عايزه. والفلوس اللي اخدينها من الناس على يدك يا ابو رش، انا اعمل ايه؟ طبل اللي كنا فاكرينه من يومه على دراعه طلع من عيله محترمه. يعني هترجع 100 جنيه؟ رد لهم انت 100 بتاعتك. و100 بتاعتك انت مالك ومال يا ابو رش؟ هقولك ابعتهم لي وانا هتكلم معاهم، دي عيال متعلمه وذوق هتقدر. هتنصب عليهم يعني؟ ما تغلطش، انت راجل كبير. عليا طلاق؟ لا تحلف عليا ورا مراتك. اتك على الله، اتك على الله بدل ما اعملها معاك. من فضلكم ممكن اتكلم مع الدكتور لوحدي؟ ايوه. انت بنته؟ والدك هو كان، انا اسف، مجنون تقريبا. ايوه دكتور. ايه سبب الوفاه؟ اوفردوز. ممكن يكون سبب الوفاة في الشهادة، شهادة الوفاة، سكتة قلبية. ممكن؟ ممكن. Thank you.
مش كانت تنفع ايه بدله من دول؟ لا يا ماما، كلها بدل قديمه. يا سلوى، التكلفه اللي في دماغك دي ما نقدرش عليها دلوقتي. مش لازم جنازه فخمه، المهم تكون محترمه. معقوله يعني؟ اطمني، انا عامله حسابي، واي مصاريف زياده انا اللي هدفعها. ثم اللي انا بفكر فيه هو العادي، العادي جدا. تفتكري منير يستاهل كل ده؟ ماما، منير رسمي كان أبويا، ومتهيئ إنه كان أب مثالي ليا، وكان برضو زوج مثالي ليكي. يمكن في وقت حسيت إني كرهته، خصوصا لما كنت بتحايل عليه يرجع، وهو كالعادة ما كانش رد عليا غير بضحكة سخيفة خشنة.
بس ما عرفتش اني ما قدرتش اكرهها الا بعد ما مات. ماما لازم تنسي العشر سنين الاخيره من حياه منير رسمي عشان الناس كمان تقدر تنسى. كل انسان له نزوات، بس بابا كانت نزواته طويله شويه. نزوات راهب او قديس. انت رايح الشغل؟ ايوه. طيب بص بقى، دي جرايد اهرام اعداد قديمه، عايزاك في الشغل تقعد تنقي من صفحه الوفيات صيغه معقول الاعلان وفاه عشان بابا. وادي الصوره، عارف ما يهمكش المساحه، المهم انك تنقي حاجه معقوله تليق بمكانه بابا. مكانه بابا هو كان ايه اصلا؟ انا عارفه انك ما بتحبوش عشان كان بيحتقرك وكان دايما يقول عليك خنزير محشي قطط ميته. سلوى، ما انت ما تفتحنيش وبعدين تقول لي سلوى. خلينا نخلص الاجراءات واحنا ساكتين. خلاص هتعدي بعد شغل الاهرام تخلص موضوع الاعلان. هما كمان في جورنال عندهم صيغ ومقاطع جاهزه ممكن تختار منها. وما دام هم عندهم صيغ ومقاطع جاهزه وممكن اختار منها، ايه اللي يخليني اشيل كل ده معايا؟ ما انا اروح الاهرام على طول واختار من هناك. تفتكر كده؟ افتكر قوي. طيب صباح الخير. صباح الخير مدام سلوى. ايوه انا عماد مشرقي دكتور السنان. اهلا، اتفضل. انا طبعا شرحت لحضرتك الحاله في التليفون. مفهوم يا فندم. السنتين دول تركب اتنين مكان. حضرتك عايزاهم عظم ولا معدن؟ لا معدن، لا عاوزاهم عظم زي الطبيعي. انا اسفه، اصل دكتور بابا شقي شويه، اسنان المعدن ممكن يباح او يطلعها ويباحها لانها ذهب. مدام سلوى، انا كنت فهمت من حضرتك في التليفون ان الاستاذ منير رسمي يعني. ايوه يعني الاستاذ منير توفى. ايوه، بس هو يقدر يعمل حاجات كتير. اتفضل يا دكتور. عاطف، هتكلمني من الجورنال تقولي اخترت ايه؟ اتفضل. يعني هو اللي بتعمله سلوى ده برضو مش من فراغ، مش بيت المعادي زي ما هو وهي اللي هتورثه. خلاص بقى تصرف شوية بفخفخة على جنازته، مش هتفرق معاها كتير. بس مش غريبة يا وديدة إن طبل طول العشر سنين ما فكرش مرة يبيع البيت؟ طبل أشهر أمارتي درجة تالتة،
بطريرك القهاوي والشوارع اللي كان يبيع هدومه واسنانه على بول الطاولة. ولا غريبة ولا حاجة، فكرك سلوى كانت هتسيبه يبيع البيت طبعا كانت هتحجر عليه. بس هو ما حاولش يبيع البيت، ده اللي انا بتكلم فيه. منير ما اتجننش للنهاية وفضل فيه، متهالي غصب عنه، شيء من النبل الحقيقة على طريقة رجال الدين. هو يجيب كام دلوقت؟ هو ايه؟ البيت بالموقع الممتاز ده مش اقل من 600,000. يبقى ولا حاجة لما تصرف لها 5-6,000، وهو في الاخر برضو في وشها ابوها واخوكي. مش خسارة الحاجات الغالية دي تروح للدود؟ صاحب المحل وانا بشتري البدلة قال لي مبروك يا بيه، لو يعرف البدلة دي هتروح فين. ولسه عمته لازم نجيب الصندوق من عند سمعان. لو ايه؟ مش صندوق خشب ورد ب200 ولا 300 جنيه؟ لا، صندوق من خشب القارو ب1000 وشوية، وثلاث عربيات ليموزين عشان الموكب يليق بمكانة الأستاذ منير الرسمي. الفلوس عمتها. كل ده معقول، ماشي، من حقها، هي اللي بتصرف. بس ما كانش في داعي انها تجيبه البيت، ده هيفكر الناس والجيران بكل اللي كان بيعمله، وده مش كويس. قلت لها كفايه اعلان في الاهرام القداس في اليوم الفلاني، والجنازه تطلع من اوضته اللي كان عايش فيها، وتعمل اللي هي عايزاه من هناك، ليموزين وصندوق قرو. لكن تقول ايه؟ انا لازم يطلع من بيتي. بيت ايه يا ام بيت؟
هو ده البيت. ايوه هو. كل ده بيت؟ ده كبير قوي. طلع بناس حق. يعني كان لازم تسكر النهارده. انت عارف حركات طبل مش يمكن ما ماتش. ايوه حركات بنت عشان ترجعه للبيت تاني. شكلها خميسة ممكن تعمل حاجه زي كده. احنا قلنا نبص على طبل بسط اليوم اصحاب قصدي الاستاذ منير. ما كفاهمش اللي عملوه جايين برجليهم لغايه هنا. تعالوا ورايا. انت ازاي تدخليهم عليه؟ وفيها ايه؟ يا سلام ده انت غريبة جدا. اهدى يا عاطف ما حصلش حاجة. دول برضو اصحاب اللي عاش معهم سنين ومن حقهم يودعوا. اصحاب السوق. ما بقاش يهم يا ماما دلوقتي. ممكن يسرقوا حاجة من الأوضة. شكلهم حرامية. هو في حاجة واحدة بس ممكن يسرقوها. ايه؟ طبل. طبل؟ انت بتقولي زيهم الاسم الحقير البلدي ده؟ اسمي مش بطال. مش كده يا خيلو؟ اتجننت زيه. مش ابوها؟ ما هو برضه اتجنن كده على غفله. طب دي مش حية. لا أنا هي ويمكن أكتر منها شوية. سمين بيضحك دلوقتي فضل مكشر لغاية ما جم القلاطيش بتوعه. عدو ابوسي خليه شوفنا. ايوه يا عم سنان كامله وبدله جديده ودقن محلوقه. عملولك عمره. ده زعل يمكن من دام اللبس الجديد. اديله ابوسي بقى براندي تلاقيه بقاله كتير بشلفش. جدع عادة هو ده اللي هو عايزه. انت برضه جبتها معاك يا ابني. احنا جايين ميت. كان ايه اللي يحصل لو بيته دخلت علينا دلوقتي؟ عديه يا عم نونا الناس لبعضيها. ما طبل ما ماتش اهو وزاف فول. طب فكله الكرافته اللي خناها الاول. عندك حق يا نونا هي الكرافتة اللي مخليها مش عارف يشرب. اه بدلة ضايقة عليه. مش خسارة بدلة جديدة زي دي تروح للدود في التراب. اه كلمتك يا طبل اللي كنت دايما تقولها. الحقيقة بقى ميت. افتح عادل الشباك الأوضة كاتمة زي التربة. Thank you.
فيش هنا نور. حاسب بقى ما تكسرش الدنيا. طب هاخد الجاكيته دي. اديله الاول الهدايه بتاعته. ايوه عندك حق. ايه رايك؟ حلو ها؟ العيله بان عليها بخيل. في حاجات بتقدم في الميت، حاجات خفيفة، حاجة تتاكل، حاجة تشرب. بقول لك بوق، مش عايز اشرب دلوقتي، بطني فاضية. جربت انا قلنا الحجم ده. مين دي؟ دخت طاب. مش دي اللي كانت قاعدة برا؟ اوه دي تخينة قوي. مين قالك؟ تعشى على عشى. لا اللي انا بفكر فيها دلوقتي حبه دلوقتي. طب لي راح حب لوحدها وانا عايزها وانت عايزها وتعادل عايزها وهي بتقول ما تقدرش تصرف في نفسها لما نسال. طب ايوه بس دي الغاليه. ايه سنتين ذهب ولا بدله جديده ولا جزمه بتلمع؟ ده حبه. تعرف طبل في الحاجات دي؟ ما انا قلت ناجلها شويه لما يسكر ودماغه تليل. قوم انت بس اديله جرعتين حنان ويبقى زي الفل. يا ابن الحراميه الطقم كله اتقلت الجاكيته بس انا عايز الجزمه. مش هينفع ابوس كده الطقم كامل. خليك جدع. شفت لون الطقم ده؟ اعور بيه البنت شويه كده. انت هتعورها. ما تجرحنيش يا نونا، انا كلي خرابيش. طب انا كنت بقول يعني نحب دلوقتي لوحدها. كنت بقول يعني لو طب طب ما انا قلت لك بلاش يا طب يا مر. ايوه كده تراعل على طول يا عيال سو. ايه هتورثوا بالحياه؟ الراجل دمه لسه ما بريتش. راعي ربنا بقى. خلاص يا طب الموضوع ده مش هيتفتح تاني. بس احنا عايزين الليلة دي نسهر مع بعض سهره الوداع. ولا انت عايز تقضيها في الصندوق الخانقه ده؟ ايوه كده شويه اجرام بقى. الناس اللي بره احنا مالنا ومالهم؟ الآن زوق بطابل من البلكونة ساعتين ولا ثلاثة رجعوا زي ما كان. عالبركة. يلا يلا. ده مش قادر يمشي. معلش شرب كتير. على متين بس بنتك بخيلة طبت. انت بتشرب بطريقه غريبه قوي النهارده. هتعب. سيبه يا نونا ده نصيبه يشربه زي ما عايز. حاسب بالك هايم والله لو هتشوفه في داهيه. انتوا مش عارفين مين يا كلب. انا هبطلكوا السواقه يا سيا. الحق يا بوس ولا هي بتاخد نمرة العربية. نمرة العربية؟ طب وليه؟
انت هتعمل ايه؟ ما تخافيش، انا جايب لك اللوحه كلها. انت ياخد النمر غلط، دي ادمن، خدي خفيش. ميرسي. سمع بيضحك ده طب صاحبي، ما بيضحكش كتير، مش اي حد ضحكوا، انا بس اللي اقدر اضحكوا. غياو مرسي. زي ليلى علوي مرسي. خدوه سرقوا ابوك يا سلوى. ازاي هربوا من البلكونه؟ ارتحتي او هرب تاني؟ لازم نبلغ البوليس. هتقول لهم ايه؟ واحد خرج مع اصحابه كده بالبساطه دي، وكل الترتيبات اللي احنا عملناها، نعي في الجورنال وصندوق قرو وعربيات جنازه والهدوم الجديده وتركيب السنان، كل ده يجوا هم ياخدوه على الجاهز. احنا عملنا اللي علينا، بس طبل مش عايزنا، عايز صحابه. كل اللي ممكن تعمله دلوقتي للتليفونك تتصل عشان ترجع عربيات الجنازه وصندوق القرو. عندي فكرة، ما تخلي الصندوق للعيلة، يمكن أي حد فيكم يموت كده على غفلة، أنت، ماما، عمته، خاله، أو أنت. ما يتهيأليش عمته نهاردة لما موتة تحط في صندوق. العب معاك انت تاني. هو انت اي حاجه فيها لعب تيجي على طول؟ ايوه العب معاك وبوصلك. انت عارفه الطفل اللي عايز طبل علماني من شويه. طبل ولا بصراحه؟ يلا يلا الله. هتموت تاني يا طب. متقولش كده يا عم نونا، هو بس تقل في الشرب. خبيت يا جدع، افتكرته مات. يلا بقى. اوه جيد.
نون غلط. مش نون يا طب؟ بوسي غلط. غلط. كم عشا يا بنت الرفضي كده يا طب؟ سيب الصيع دول يهموني يعملوا فيا كده الضفر الناعم. ها كمان بتصفر؟ ما انت اللي معلمهم الوساخة وقلة الأدب، لازم تصفر. سفلة ما بتفكروش الا في الحاجات دي. غلط. تعالى يا سوية، بلاش الضفر الناعم، هنلعب سف في البحر. خلي طبلي علمها لك. ده مش لعب، ده مسكن ورق كله التاني بيغذيه. ما تحاسب انت كمان يا ركبهم.
يا عادل انت بصلحت الابواب دي؟ ايوه. امال مالها يا ابني؟ يا ابواب شنايش عاوز الرن. يا جورج عيب ده انا جراح. يعني كنت بتهزر وما متش ولا حاجة؟ بزار دمه تقيل. قصدك ايه؟ انك تسيبني؟ انا خدت عليك ولا عينك زغت على شونة تانية وعامل حكاية الموت دي حجة عشان تخلص مني؟ طب انا خدت اني احكي للزباين عنك وأقول لهم طبل الوحيد اللي قعدت معاه 10 سنين مش عشان بنحب بعض، لا، في حاجة تانية بيننا أجدع من الحب. طبل، أنا لما سمعت خبر موتك ندرت على نفسي أنا وشوقية ورجوات وانشراح وتفيدة وبطة وكل الشوان اللي كانوا يعرفوك إننا ما نقابلش زباين لمدة أسبوع. حدد عليك وانت عارف الشوان كلامهم بيصفف على ما فيش. أنا عن نفسي اشتقت الزباين فلوس الزباين فرحت قطع الحداد وقلت في سر كلمتك الحي أبقى من الميت. وعلى وشك الحلو قابلت النهاردة 5 زباين بس يا خسارة كلهم قالوا لي يا حب انت النهاردة مش فورمة وحزينة شوية. خفت اقول لهم انك مت لا يستقوا عليا وياكلوا عرقي ويقولوا حب بقت وحيده ما حدش حاميها.
بالحق بوسي ونونا وعادل عرضوا علي انهم يكونوا مكانك ويحموني، وقالوا يختاري واحد منه. انا قلت لهم اسالوا طبل الاول، هو اللي اختار، انا بتاعته. بس انا برضه عيني فارغه، وكان نفسي في نونا. هو عامل مش واخد باله، وهو هرى جنبي قرص وزغت، هراني قرص.